هذا العباني وهذه المجموعة التي تتبعه يعني هم من إن صح التعبير بين هلالين هم من المجرمين إذا قامت الطائفة بإنزال الخطباء من على المنابر. حصلت وفي مصراتة وفي كثير من المدن الخطيب على المنبر يصعد إليه اثنان ينزلانه من على درج المنبر أمام الناس وأمام مشهد الناس، حصلت لكثير من الخطباء. ف يعني لست أدري حقيقة إلى متى السكوت على هؤلاء، يعني عبارة عن امتداد ل يعني أخطبوط خطير جدا من محمد أمان الجامي إلى المندكار إلى الحداديين إلى المداخلة وإلى فتاويهم الغريبة إلى رسلان الذي أفتى بقتل الشيخ نادر وفي النهاية أنكر، وهو الذي أفتى بقتل الشيخ نادر على وهذا أمر معروف، إلى ربيع المدخل الذي يريدهم أن يقف مع حفتر، إلى زيد محمد بن زيد المدخلي الذي يريد وأشاد وحرض على الوقوف مع حفتر. يعني يا حكومتنا يا شعبنا يا ليبيين انتبهوا إلى هذا المد الخطير. حقيقة نحن في خطر، نحن مرتهنون لأجندة خارجية والاستخبارات هكذا بكل صراحة.